تعقيب ربما من الدكتور هاني صلاح الدين صلاح سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ والقيادي في حزب الوفد. الحقيقة الصندوق يستطيع القيام بدور جيد في هذه الحالة إن استطاع طرح أصول جديدة في البورصة لزيادة رأس مال هذه الأصول، وأيضا في هذه الحالة ستزيد المتانة لدى البورصة المصرية وضخ دماء تحتاجها البورصة المصرية بالفعل. كيف يمكن أن نسرع من مسألة الطروحات في ظرف ربما يكون صعب بالفعل؟ هو أعتقد ده سؤال مهم جدا، لأنه موضوع الطروحات موضوع حيوي جدا للتمويل، ولكن في ذات الوقت عندنا مشكلة رئيسية إنه الإعلانات عن الطروحات تجربتنا السابقة أنها كانت بيقولوا إيه over promising، وبالتالي بتفقد المصداقية مع الوقت. يعني كان بنوعد أكثر مما نحن قادرون عليه، لأن التحضير مسألة في غاية بتاخد وقت وبتاخد مجهود. سبق في ويمكن يعني في حكومات سابقة دولة رئيس أنه أعلن أنه هنعمل طروحات 10 شركات خلال 4-5 أشهر، ولم يحدث شيء لأن ظروف السوق بتتغير وهكذا. فلازم التوقيتات دي حينما يعلن عنها أن نكون محضرين، أن العمل التحضيري مهم جدا، المعايير المحاسبية لازم تتول، الكوربريت جوفرنس يبقى جاهز، والهيكل الملكية وهيكل مجلس إدارة إلى آخره. فده بيحتاج عمل تحضيري مهم جدا، وبالتالي لا يجب ان انا اعمل طروحات قبل ان اكون متاكد 100% ان ده هيتحقق خلال 3 أشهر أو 6 أشهر، لان ده بيؤثر في المصداقيه بشكل غير طبيعي، لان بيبقى في نوع من الاكسبكتيشنز وفي نوع من التوقعات اللي بيحصل، ان بيبقى في تخيب خيبه امل وبالتالي عدم مصداقيه في البروسس. فده مساله في غايه الاهميه. انا عندي سؤال ويمكن هلبس البرنيطه كبرلماني، و ده سؤال استراتيجي أنا فعلا مش عارف الإجابة عنه. عادة معالي الوزيرة السوفرين فاندز، وكان ده تفكير قبل في حكومة دكتور نظيف السابقة، أن السوفرين فاندز دي هي بديل عن قطاع الأعمال العام. نادرا ما بنشوف الاثنين إن بارلل، فده محتاج سؤال استراتيجي، هل هيحدث في مرحلة ما انتجريشن؟ لأنه بيحصل نوع من يعني أنا عندي هنا بأدير يعني في ملكية عامة هنا وملكية عامة هنا، لكن بإدارات مختلفة وقد تكون برؤى أحيانا مختلفة. فبرضو استراتيجيا ده سؤال مش لازم يبقى النهاردة هذا الدمج، ممكن يبقى بعد 3 سنين بعد 5 سنوات، لأنه الفلسفة بتاعت الصندوق مبنية على الفصل بين الملكية والإدارة بشكل واضح، في حين قطاع الأعمال العام قد يعني ده غير متوفر فيها، وبالتالي محتاج يبقى عندنا رؤية واضحة كحكومة. قد يكون ده محل للدراسة، قد يكون اتخذ فيه قرارات لكن هي غير معلومة، لكن مسألة يعني مش عاوز استخدم تعبير أنا آسف هستخدمه، لكن يعني بالمعنى الأكاديمي إنها فكرة شاذة إن عندي سوفرين وقطاع أعمال عام، لأن المفروض إنه أحدهما، والتطور الطبيعي إنه يبقى صندوق السوفرين فاندز بيحل محل قطاع الأعمال ولو تدريجياً. فهل ده رؤية موجودة؟ لأنه ممكن يبقى بعد كده في قدر من التنافس والاختلاف في الرؤى وإلى آخره، فأعتقد ده مسألة محتاجة تبحث استراتيجية يبقى فيها رؤية كاملة حتى على مدار إن شاء الله على مدار 5 سنوات. بشكرك جداً دكتور هاني صلاح سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ والقيادي في حزب الوفد.